السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين الترجي يتحرك لإفساد خطة ستي، يعني وين دائما اكتشوف كيفاش وين راه محاقدين عليه مسكين هذا الطفل، محاقدين عليه بسبب صورة، بسبب صورة مطيح لهم ثلاثة تاع الجوالات تاعهم، بسبب صورة فقط. هذا مكان شو كيفاش بسبب صورة برك بحقد هذا اللعاب لازم باغي يحطموه. نورمالمون تفرحوا له، نورمالمون تفرحوا له لعاب، ماذا بكم تقولوا لعاب بان عندنا هذا، احنا هذا تاعنا بان عندنا نفتخروا. اختو قطريين، اختو قطريين كيفاش لقاو اللعابة عاقلين ما يهضروا؟ صلاو المغرب، صلاو العشاء، تعشاو، نقاو سنانهم، ركبوا في الوطاهم مع ولادهم ونساهم، راحوا دخلوا الاستاد، لا بد عليهم، قاطر قاطر قاطر، تقيناهم بزاف حبات، صفقوا وجاو خارجين، ما هرسوا. ما أدراك ما كان، ما كان والو، ما كان والو، ما سمغي حنا اللي نعرفوا البولة ولا غير نتوما التوانسة اللي تعرفوا البولة؟ لا، نتوما فور، نتوما ساجين، نتوما تقرنوا، نتوما التوانسة مقرونين. أي يلاه نقولها لكم مروة، أنا نقولها لكم ونعاودها لكم، حنا خلينا من ذوك القنوات تاع المخزن اللي يشحنوا في الشعب تاعهم. حنا والله العظيم كانت المغرب تربحنا ولا نربحوا، والله ما كان ذر الهضره كيما هكا، والله ما كان ذر الهضره كيما هكا. من نهار اللي هذا المخزن وين راحوا للقنوات كما صاو يدمروا من ويدمروا من ويدمروا من، يحوسوا على فتنه ماذا بهم الشعب، الشعب الجزائري ما يتلاقاوش، يعني يحوسوا على فتنه المخزن بطريقه صهيونيه. وما حنا الشعب المغربي احسن بكثير، بالاف السنين الشعب المغربيه احسن بكثير وبسنين من هذا الشعب التونسي. باش يكون على بالكم اللي با يعرف بين الرجل المغربي والرجل التونسي يروح لاوروبا ويسقسي، يروح لاوروبا ويسقسي مليح، هذه باش يكون على بالكم. وين قررت إدارة نادي الترجي التونسي شن هجوم معاكس على المدافع الفريق الوطني الجزائري إلياس ستي لإفساد خطة رحيله إلى أحد الأندية القطرية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ورفض ستي العودة إلى تونس بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الجزائري للمحليين الفائز ببطولة كأس العرب 2021 في قطر، وين احتجاج على عدم تسديد مستحقاته المالية العالقة منذ فترة. والعلم من مصادر تونسية أن إدارة الترجي بشرت تحركاتها في الوقت البدل الضائع للاحتفاظ باللاعب الجزائري، حيث قامت بإيداع جزء من مستحقاته، يعني وين نقولوا باللي جزء من مستحقاته في حسابه البنكي حتى يتفادى الفريق أي عقوبة غير متوقعة من الفيفا. وذات مصدر أكد أن إدارة الترجي لا تريد تفريط في خدمات اللعاب مجانا، وتصر على تسوية وضعيته قبل فتح باب المفاوضات مع الأندية الساعية للحصول على خدمات ستي. وكانت مصادر في قطر قد أكدت دخول 3 أندية قطرية على المفاوضات مع ستي لضمه في جونفي المقبل بعدما لوح اللاعب بشكوى يعني للفيفا لعدم تسوية وضعيته المالية في هذا النادي. حنا المهم وين شاهدنا لاعبين جزائريين اللي يعني راهم في نقولوا باللي راهم لاعبين اللي راهم يلعبوا راهم يعني في الطريق الصحيح. احنا ما نحوسوا على اللاعبين تاعنا يكونوا يعني في المستوى برك، هذا مكان
هذا مكان يكونوا في المستوى برك، ما احنا مع اللعاب كيكون تاكل على روحه ما على بالو تا واحد. ونقولوا بلي كل اللاعبين المنتخب الوطني الجزائري الذين يلعبون في الدوري التونسي راهم في عطلة في الجزائر، وراهم يعني عطلة في يعني في ولايتهم في الأحياء تاعهم مقاطعين تدريبات. محمد طوقي متواجد في العاصمة في حسن داي، وإياس ستي متواجد في عنابة رفقة عائلته، وعبد القادر بدران متواجد في البليدة، وسعيد بخطوبته، وحسين بالعيادة متواجد في وهران رفقة عائلته كذلك. حنا المهم وين راهم بالتكريمات وكلش، ويسهل عليهم انا يعني خاطر كاين ناس اللي يبغوا يفسدوا الفرحه تاع الشعب الجزائري. ما كاش اللي يجي يدخل يقول لي انت فرحان والزيت، ما كاش اللي دخل روحه فيا انا، ما كاش اللي بغى يدخل روحه. ليطرا تاع زيت ولفتو التبذير، دير منشافه صغيره، شارك من مساحه تاع بكري هذيك اللي تنباع في قابصه، من مساحه تنباع في قابصه دير 2000 هذيك، جيب اغطس الزيت، اغطسها في الزيت ومسح على المقله، خير ما دير بلق 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 بلق. الا هذا التبذير، واذا تاكل 5 فليتات علاه تجيب 10 فليتات؟ علاه؟ وإلا نتايا تجيب غير ليطرا زيت وتشدلك 4 أيام ولا 5 أيام ولا تجيب 2 لترات و5 لترات وجايب 4 بوادة 3 رابط 6 بوادة 3 بوادة تاع 5 منها 15 لترة منه 15 لترة منه وجايب 30 لترة رابدها وفرحان محسوب، راني جايبها 100 يدير 60 ألف 70 ألف، يا بسبابكم انتوما الزيت ولا يدير 70 ألف. البطاطا متر خس تولو تشرو كيلو، ومتر غلا تولي دير 15 تولو تجرو تشرو بالصندوق. ما فهمتش انايا، ما فهمتش، ما فهمتش. مكان واحد ما يدخلش في الفرحة تاعك. انا كيت انا ليكيب ناسيونال هو الفوليم تاعي انا، ما يهفني لا داك اللي يقولو من لا يقولو من لا يقولو من، سهل. انا نفرح، انا الفوليوم تاعي كرة القدم. انا ما الدولة ريات عليا قالت لي تبع كرة القدم، ما كاش لي ريا عليا، نبغي كرة القدم. واحد بنت كيما داك تاع لي ماركاه كيسموه بلايلي، ما كاش جزائري ما فرحش. وربي مقسم الرزاق، هاو دروك انايا لا ربي مقسم الرزاق، انا ربي ما يعرفش لادريس، يعرف لادريس، وربي مقسم الرزاق، ربي عاطيك انت رزق، انا مسي عاطيني بس نتعب ونخدم، وراخو ربي عاطي رزق وانا شبي ندير، هذا ربي. وبين بين ولو كيما ذاك لي طلع في جبل، راح طلع في جبل قال انا نطلع في جبل نطلب ربي، قالو يا ربي، قالو الرزق منا ولا يفتح في جبل، ما كان لا شجره لا ولو يدر، جا الريح زغده الريح دمرها شويه، دمرها زوج خطاو، قالو ساعه، قالو ما تعطوناش وما تدمروناش، هذا ربي. وحنا يا ربي ما عطاكش رزق نتاعي، ها صلي واطلب ربي وقارع ربي يجيب لك مكتوبك وصحيك، وهي ماشيه الدنيا هذه دنيا، بيت عيشو كاع كيما مبولحي، بيت عيشو كاع كيما بلايلي. بلايلي توالي يقول لك انا كوي قريت خرجت طبيب، والطبيب يقول لك انا كوي غير لعبت كو خرجت الجوار، وذاك مول الشكاره تاع الدراهم يقول لي انا كو غير خرج شويه شويه بزاف عليا، غير شهريتي بزاف عليا، ولا هادو خدام مضروب مشاكل. وداك اللي ما عند اللي عنده هي شهريه يقول لك وي خرج كيما داك مول الدراري، ما كاش الدنيا هذه ما تقنعش منها كاع، ما غاديش تقنع منها. الله ماضي ما عندك شي، اقعد ما عندكش، راك تتبع واسكت وصايق، تبع كاينه بلوطه بوله، راني نتبع بوليطه وصايق، هذا ما كان كان لا منا لا مليا صايق. او شبي دير، او نقول لك انا الزيت، انا كيما بلايلي يجيب لي الزيت للدار، او بي الزيت بيجيبوا لي بلايلي، مين تا تخرج تقول لي انا ما فرحت خاص الزيت، مكاش انا بلايلي باين نقول له بلايلي ماركيت بنت جيب لي الزيت باش نصفق عليك، هذه ما كاش،
ها صفق ولا ما تصفقش وبلا اللي قال سامع بيك ولا سامع بيا ولا سامع ولا. ها صفق عليه ولا ما تصفقش نورمال. مو كي يدير كيما هكا يسيب كاع الولايات كاع خرجوا يصفقوا انت وين غادي تبان؟ وين غادي تبان؟ تصفق ما تصفقش وين غادي تبان؟ ربي وين غادي تبان؟ أموالك